مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه بدي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدري ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. لا الدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفس الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ مليون جنيه بالتمام والكمال. نعم عن امك، انا مش قلتلك تطلبي منه 2 مليون جنيه؟ هو ايه، ما فيش سمعان كلام؟ والمصحف طلبت زي ما قلتلي، بس هو بقى خاف لاخدهم وارجع اطلب تاني. ناصح قوي ده، ما كانش عايز يديني ولا مليم غير لما اعمل العمليه. بس انا بقى ايه، لفيت هالو قلت له هتنص الفلوس دلوقتي والنص التاني بعد ما اعمل العمليه. ناصحه برضه يا بت. ايوه تصدقي انتوا الاتنين لايقين على بعض موت. اديني بقى دي، وانت دلوقتي هترجعي للدكتور هتنزلي المحروس وتجيبي بقيه المصلحه وتجيلي. اطلع على فين؟ لا انا لحد هنا وتمام قوي. انا خلاص رميت شريحه الموبايل اللي كنت بكلمه عليها، وخلصت الحكايه على كده. خلصت؟ خلصت. يعني ايه؟ يعني بارك الله فيما رزق ومروح عند الراجل ده تاني. انا مش راح. يعني ايه؟ يعني للاسف النتيجه صفر. انت متاكده ان اللي انت شفتيها دي عشق بنفسها؟ انت ليه بتشكك فيا؟ مش قصدي يا فريده اشكك فيكي، اصل الناس دي جوها بعيد خالص عن جو عشق، دول لسه عرسان جداد. وهو طارق ده لو معاه واحده تانية غير مراته كان هيقول لك؟ اكيد بتنصب عليه زي ما نصبت على قاسر. لا لفه بعيده قوي يا فريده، بعدين بقول لك لسه عرسان جداد، مش معقول الراجل هيسيب مراته ويخرج مع واحده تانية في شهر العسل.
معلم انت عارفاني انا بشم ريحه الكذب من بعيد، ده شغلي. وما شمتهاش ليه لما قعدت مع قاسر وعيش 100 مره؟ اتجننت يا بنت ولا ايه؟ عايزه تسيبي مليون جنيه عشان خايفه؟ ما هو يا روح ما بعدك روح، انا مش دراني لو رحت له ممكن يعمل فيا ايه؟ يا بنت يا بنت تفهمي بقى، انت فاكره عاصم ده ايه؟ عصباجي؟ لا ده دكتور، يعني راس ماله اسمه وسمعته، هو عايز يخلص من المصيبه اللي انت شايلاها، يقوم يخلص عليكي ويشيل مصيبه ثانيه. طب افرض انا حصل لي حاجه، انت عمليه وبنك؟ بينج بونج يا بنت ما تخافيش، ده الموضوع كله شك الدبوس. طب افرض انا بقى رحت عملت العمليه وبعد كده كرشني وقال لي مفيش فلوس، ساعتها بقى هيبقى ازاي الحال؟ لا هنبقى طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. حلو حلو جو سوق العبور ده، وحتى لو ده حصل يبقى انت كده في السليم، نزلت العيل في عياده محترمه وعنده دكتور كبير، مش احسن ما تنزليه تحت السلم يجي لك فيروس يفرتكك؟ مين قالك اني عايزه انزله؟ نعم ياما انا صعبان عليا انزله، ده روح عايز نقتل روح. عزام انا شامم من اول كلامك ريحه زفاره. بصي ياما شغل الحاجات والقصص دي مش هياكل معايا، انا مش عاصم. يعني يقول عليك انت ابوه؟ يلعن ابوه. بصي ياما الواد ده اخره يبقى عبد الحليم في فيلم الخطايا. انا اسف ياما انا معرفوش. ما تعرفوش؟ امال مين ابوه؟ لست ادري. كاوتشه انت عادة كاوتشك. يا صباح الفل يا معلم. يا صباح النور، جهز لي الشيشه وحصلني بيها على فوق. عينيا انت يا بت، انت تسمع اللي انا اقولك عليه؟ مش عايز خوطه. وانا مش هنزله، ولو جيت جنبي هروح لعاصم واقول له على كل حاجه، ويبقى عليا وعلى اعدائي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا نسر؟ ازيك يا حاج؟ طبعا براحه حضرتك يا فندم، بس اللون اللي انا اخترته لحضرتك كان احلى، بس ما دام حضرتك عايز اسود يبقى اسود، بس انا قلت لحضرتك من الاول الاسود ده هيتعبك، بيلم وساخه ويبان في التجريح. بس سيبها براحتها يا اخي، انت هتركب الناس على مزاجك ولا ايه؟ الله ينور عليك يا حاج، شفت كلام الناس العاقلين. سلام. سلام. ما انك حي الغيتت بصحيح، هتركب الناس على كيفك ولا ايه يا ولد؟ هي حرة صحيح، ناس غاوية وجع قلب ومش عارفة مصلحتها. الحق يا فخم الحق. في ايه ياض؟ اصلا انت ياض في ايه؟ عم اليوم مبسوط في الاسم. ايه ده حبيبي انت صحيت؟ انا قلت مش هتصحى قبل 7-8 بالليل. كنت فين يا ملك؟ الدكتور قفله تليفونك ليه؟ مش قافلاه. انا ايه ده؟ ده فاصل شحن، وانا قلت له النهار ما حدش كلمني ليه؟ طب ليه ما صحتنيش عشان اجي معاكي؟ يا حبيبي صعبت عليا، انت ما نمتش طول الليل، وبعدين بصراحه اتكسفت فكلمت صافي جت معايا. طب قالك ايه؟ لا الحمد لله طمني، قال لي بس ان القلق والخوف بتوع الجواز عاملين لي شويه لخبطه في الهرمونات. شفت؟ يعني طلعت انت السبب اللي انا فيه يا استاذ. يا موكا حبيبتي ما ينفعش يا حبيبتي تنزلي وتسيبيني كده وما تقوليش رايحه فين. انا ما رضيتش اكلم باباكي ومامتك عشان ما يقلقوش. سوري يا حبيبي ما كانش قصدي. بصي يا حبيبتي انا عارف ان انت وانت عايشه مع باباكي ومامتك كنت متعوده تخرجي وتنزلي وما تقوليش انت رايحه فين، واغلب الوقت كنت بتبقي معايا، بس انت دلوقتي مراتي، انا جوزك وخاف عليك يا بقلك. ابعتيلي مسج حتى قولي لي انت رايحه فين ومع مين عشان اطمن. معاك حق حق، سوري والله مش تكرر تاني. يلا ريح شويه بقى عبال ما اجهز حاجه ناكلها احسن، انا هموت من الجوع. قاسر ازيك يا قاسر؟ انا قلت اعدي على فريده علشان الشبكه اهي. هي عشق رجعت؟ عشق كانت بتضحي بنفسها عشاني. شبكة هي علي اللي انت بتقول انها ضحكت عليا عشانها؟ شبكة اللي هي ما كانتش عايزاها عشان غالية وانا اللي اصريت اني اجيبها لها. طب تعالى خش يا ياسر نقعد واحكي لنا ايه اللي حصل. شفت يا فريدة انها ما كانتش بتكذب عليا وانها كانت بتحبني فعلا؟ دي سابتك يوم فرحة، عايز ايه تاني؟ خايفة عليا وبتحميني، كلنا ظلمناها وانا اولها. الحقيقة مفاجأة رجوع الشبكة دي تأكد ان احنا فعلا ظلمناها يا فريدة. انا اسف يا ياسر، بس هو الموضوع كله كان ملخبط، يعني اي حد مكاننا لازم يشك. احمد ربنا ان شبكتك رجعت كده، انت ما خسرتش حاجه. شبكه ايه يا فريده؟
خسرت اهم حاجه عش. انت لسه بتفكر فيها يا حبيبي؟ البنت دي مش مظبوطه، وراها مشاكل كتير. كفايه بقى يا فريده كفايه. انت مش عايزه تعترفي ولو لمره واحده بس انك غلطانه؟ غلطانه يا ليلى؟ كان لازم تقعدي معاها وتفهميها. ده كلام برضو؟ اتكسفت يا عفاف، افتكرتها فاهمه وعارفه. ده انا لحد دلوقتي بكسف من عصب. تكسفي ده يا طنط؟ امال خلفتي ولادك ازاي؟ على الله تكوني صلحتي الغلط لما رحت لها وقلتي وفهمتي. هقول لها ايه؟ قلت لها ده جوزك على سنه الله ورسول بس. طب يعني اطمنتوا عليها بعد كده؟ انا كلمتها في تليفون وهي ما ردتش، التليفون كان مقفول. قلت خلاص يبقى خلاص بقى. اللي يشوف ملك يقول عليها مقطعه السمكه وديلها، اتاريها قطه مغمضه. ده بنات اليومين دول بيبقوا عاملين نفسهم بيتكسفوا. اتاري النت يا اختي موريهم كل حاجه كل حاجه. ده انا عندي بنات اصحابي يا طنط حاطين على موبايلاتهم افلام اللي هي كده وكده دي. لا 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 لا، ملك غير كده خالص. ملك تضحك تهزر، لكن هي من النوع اللي بيتكسف. ده انا اساسا كنت خايفه انها ما تتجوزش خالص. طبعا هو فيه في تربيه ولا اخلاق مكة؟ الصوره طالعه حلوه قوي. مين اللي لازقلك في الصوره دي كده؟ ادي النيله، دي ايفون. هتغيري من ايفون؟ براحتك خالص، انا كمان عندي صبيان اصحابي ممكن اتصور معاهم يلزقوا لي هما كمان. طب شوف البنت دي، شوف رجليها حلوه ازاي. عاديه يعني على فكره. عاديه ايه؟ مش شايفه السمانه؟ سمانه عمرو زكي غلس. شكرا يا منى، الف شكر. منى ما تزعليش من اللي حصل يوم الفرح. انا ما كنتش لاقي جرسونات خالص، وبعدين انا ما اعرفش شغالين غيرك انت وباباك ومامتك. لا ما فيش مشكله، وانا والله ما فيهاش الدق ده. انا دايما بتعامل مع اي حد اقل مني بمنتهى التواضع. متشكره حضرتك. اديني صالحتها اهو يا سيدي عشان ما تزعلش. انت كده صالحتيها؟ مالك يا حبيبتي في ايه؟ مفيش حاجة يا بابا. هو ايه اللي مفيش حاجة؟ ده انت داخلة بتمسحي دموعك من على خدك. ما قلت مفيش حاجة بقى مفيش حاجة. روحي ورايا يا نجاة شوفي مالها. يا باشا دي وليا سو، عايزة تعمل مشاكل وخلاص، وبصريح العبارة بيننا وبينها شوية ضديات. وقانونا ما دام الاثنين اكتر من 21 سنة ومفيش دفع فلوس يبقى مفيش عليهم حاجة. ده القانون، بس الاخلاق فين يا متر؟ انت اخلاقك تسمح لك انك تقعد راجل وست مع بعض؟ يا باشا دي بنت غلبانة وقريبتنا، وبصراحة لولا ان انا واثق بقى في صبري ما كنتش قعدتها معاها. بعدين دي خلاص هتروح النهاردة. سعادة الباشا، احنا ناس تجار كبار وراس مالنا اسمنا وسمعتنا في السوق، فريد حضرتك تشرفنا في المعرض عشان تتأكد بنفسك. ولا مؤاخذة يا باشا، اصل انا ليا مزاج اركب حضرتك عربية صح، فريد تشرفنا وتشرب القهوة معايا. ان شاء الله. ادخل. المتهمين بقى يا باشا. دخلهم يا حام. اتفضلوا. صبري. نعم يا باشا. 15 سنة كفاية، مش كده؟ كفاية يا باشا. أنا هسيبك بس عشان خاطر الناس الطيبة دي. وأنت يا بت؟ هابي. أنا كريه قلب السكة العوجة، قسماً بالله لو شفتك تاني ما هخليكي تشوفي الأسفلت. امشي عدل يا بت. يا بنا ما عملتش حاجة. نقول أنا... حاضر وبس. حاضر يا بيه. ودلوقتي بقى مع السلامة كلكم. بالإذن يا باشا، السلام عليكم. سعادة الباشا، ما تنساش مستنيك نشرب القهوة. مالك يا منى؟ إيه اللي حصل؟ أنا زهقت من خدمة الناس يا ماما، أنا بكره الشغلانة دي. فهميني بس إيه اللي حصل؟ خليكي تقولي الكلام ده. ليلى هانم قالت لك حاجة؟ يعني هي لو قالت لي حاجة هتروحي تقولي لها ما تكلميش بنتي بالطريقة دي؟ بطلي العوجة اللي أنت فيها دي، فهميني إيه اللي حصل؟ دعاء. دعاء بتترسم عليا يا ماما، وهي هتتجوز مازن وتبقى ست البيت هنا. ماما إحنا لازم نمشي. وأنا كلها كام شهر وأتخرج وأشتغل.
ما ينفعش عشان كلمتين فارغين نهد حياتنا كلها. لما تبقي تتخرجي وتشتغلي نبقى نمشي من هنا. هو انت ايه اللي عاجبك في العيشه دي؟ ولا خدمه الناس عندك مزاج؟ خلاص عليك يا منى، دي كلمه تقوليها يا بنتي. يا ماما ما اقصدش، بس احنا كنا عايشين في البلد كويس وبابا راجل متعلم، ليه نعمل في نفسنا كده؟ الناس بتطلع لفوق ما بتنزلش لتحت. ظروف يا حبيبتي، المهم انتي ما تخليش واحده نفسها واطيه زي دي تعمل فيكي كده. يعني انتي يا ماما ينزلي كل ما دعاءي تشوفني تمسح بكرامتي الارض؟ معاش ولا كان اللي يجي على كرامتك، بس الدنيا يا بنتي ما هيش على مزاج حد. خليكي نصحة، هي بتعمل فيكي كده ليه؟ مش عشان تغلفك؟ انت بقى فرسيها، اضحكي في وشها، اعملي نفسك عبيطة. على فكرة يا موكا، في ضابط جه النهاردة يسأل لو حد فينا شاف حاجة غريبة في المطعم امبارح. حاجة غريبة ازاي؟ أي حاجة. في واحدة ست شنطتها اتسرقت، فبيسألوا كل الناس لو شافوا حاجة غريبة. هو ساب الكارت بتاعه وحطته لك هنا، بيكلميه. اوكي يا حبيبي. شاي بقى يا حبيبتي بكيس. حاضر يا روح. انتهى وقت برنامجنا طريق السلامة. يا رب نكون قدرنا نسليكم الساعتين دول. بشكر المعدة سلمى المصري وكان معاكم يوسف وجدي. اشوفكم بكرة في نفس الميعاد. وردة حكايتي. يا حسن، انتوا بتغيروا جدول المعدين من غير ما تقولوا لي ليه؟ سلمى ليه بتعد طريق السلام؟ سلمى ملهاش غير في سياسه. غصب عني والله طارق، وبعدين انا اعمل ايه يعني؟ انا اصلا كنت بحاول انقذ موقف وما رضيتش ادوشك وانت عريس جديد. غصب عنك يعني ايه؟ صافي فين؟ جيان مامتها تعبت امبارح ودخلت المستشفى، راحت صافي رايحه مكانها عشان تغطي مهرجان دبي السينمائي. سافرت؟ سافرت امتى؟ سافرت امبارح بقول لك. امبارح؟ على فكرة حسن، الحلقة كانت وحشة جدا، يا ريت داليا بقى اللي تعد البرنامج مش سلمى. سلام. هي صافي ما طلعتش معاكي ليه؟ كانت تتغدى معانا، مش عيب برضه تيجي لحد تحت وما تطلعش؟ ما هي قالت هتكون انت صحيت فاتكسفت تطلع. مالك انت كدابة؟ نعم. صافي في دبي من امبارح. كنت فين ومع مين؟ يعني ايه يا طارق؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انت نزلتي الصبح وانا نايم، رحتي فين؟ ايه الطريقة دي يا طارق؟ انت بتشك فيا ولا ايه؟ لا بشك ولا بتكلم. انت قلتيلي اني كنت مع صافي وانا قلت مفيش مشكلة، لكن واضح بقى ان انت ما كلمتيش صافي تأمني تشوفيها هنا ولا لا؟ انت ازاي بتكلمني كده اصلا؟ ايه ازاي دي؟ يعني انت بتكدبي وبتغلطيني انا؟ بكدب؟ اه طبعا. بتقولي لجوزك انك مع واحدة وانت مش معاها، بتسمي ده ايه؟ ماشي يا طارق، انا كنت مع مازن عشان عنده مشكله كبيره ومش عايز حد يعرف عنها حاجه، عشان كده ما قدرتش اقول اني معاه. مع مازن؟ اه. بسيطه. الحمد لله يا مازن. عم كويس انك افتكرتنا. كنت عايز اسالك على حاجه. ايه يا نايا مرتي؟ انت اخر مره شفت ملك امتى؟ اخر مره شفتها ايه وفين؟ كنت عايز اعرف بس لما تقابلته النهارده قعدته فين؟ اصل انا ضيعت حاجه وبندور عليها. احنا كنا قاعدين في الكافيه اللي جنب الجامعه بتاعتي. يا ضعم منها الموبايل ولا ايه؟ ممكن تكون نسيته واحنا نايمين. لا مش الموبايل، ضيعت سكارف كنت جبته لها في عيد ميلادها اللي فات. سكارف ايه يا طروق؟ مالك عمرها ما لبست السكارفات. مش مهم يا مازن، هنبقى ندور عليه تاني. ماشي حبيبي يا طروق، يلا باي باي. باي باي. ملك، ملك استني يا ملك. يا ملك، ملك افتحي لو سمحتي. يا ملك من فضلك افتحي. لا انا مش عايزك تسخن قوي كده يا حاج، انا عايزك تشغل دماغك قبل ما تتكلم. انا عايزك تقول لروحك أنا كنت في السجن والحكومة خدت كل حاجة
وهيثم ابني طلع راجل وجدع واشتغل وعمل الهلمه دي كلها. رجليك شالتك يا هيثم عشان انا اللي ربيتك وصرفت عليك، ولولايا انا ما كنتش جيت للدنيا يا حبيبي. جيت للدنيا بقى عشان تبوق في ابوك وتعايره. استغفر الله العظيم، انا عايرك برضه يابا؟ لا، انا بس بحط لسانك على سكه الكلام الصح اللي هو انا حر. قول لنفسك كده هيثم حر. ما عمايلك يا حر هي اللي دخلتنا لهيثم نبوس الايادي وطلطنا لقطه ملهاش اي لازمه. بسبب انا ولا بسبب صبر اليوب بتاعك اللي مشيك مع بنت زي دي من الشوارع؟ عاوز من هي يالا؟ عاوز اللي عاوزه، حد الشريك. خلاص انت حر، دور حياتك زي ما انت عايز، لكن بعيد عن الاوضه. الاوضه دي بتاعتي انا. كده انت قلت الكلام الصح، والاوضه دي تلزمني، هاجرها بألف جنيه في الشهر. الاوضه ساكنه، وفر فلوسك على نفسك يا ابن نعمات. شوقك يا حجيجي. والحاجه اللي انت مشونها فوق السطح ما عنديش مكان انقلهم فيه. عاجبك تاخد الايجار ماشي، مش عاجبك خليك بقى لحد ما الاقي مكان اشونهم فيه. والبيت؟ خلاص مش هبيتها في الاوضه، هبيتها بمعرفتي. بالاذن بقى عشان الحق وقتي، المكتب مكتبك طبعا، بعد ما تخلص قعده الهري مع زملاء القرانه يبقى هات الباب في ايدك. سلام. افتح مالك بقى يا مالك، ما ينفعش كده، حط نفسك في مكاني. مالك ايه ده يا مالك؟ طلقني يا طارق. مالك انت كده بتكبري الموضوع. الموضوع كبير يا طارق، مش مستني ان انا لسه اكبر. يا مالك انا اسف، افهميني يا مالك، انا اتعصبت من حبي ليكي وخوفي عليكي. لا يا طارق، انت اتعصبت عشان شكيت فيا مش عشان بتحبني. ما انتش نازله يا مالك. لا هنزل يا طارق، وسيب ايدك، ما تزودش غلطتك غلطه كمان. امسك. عرفت هتعمل ايه؟ صاروخ يا فخم، احصلك انا على هناك؟ امال انا بهرف ايه من الصبح؟ يلا اخوك. حاضر. يلا يا بلبل يلا. لو سمحت يا استاذ هيثم. امرني. عايز ايه يا ابني؟ نبيلة دي اصغر من بنتي، والله العظيم ولا ضايقتها ولا عملت لها اي حاجه، وهي قدامك اهي، ما تقولي له نبيلة. اوعى تكون فاكر نفسك راجل بحق وحقيقي تخاف منه، ده انت فانيلا ولا ايه يا ابني؟ انا يلا بلبل. غلطة، وغلطة كبيرة منها كمان، بس أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه، ما كنتش عارفة أرد عليها، مش عارفة إيه اللي سكتني، كنت المفروض أهبشها، أمسك فيها، مش كده؟ صح يا مازن ولا إيه؟ أكيد طبعًا. إيه هو اللي أكيد طبعًا؟ أنت أصلًا مش معانا، بقالي ساعة بحكي لوحدي. معلش معلش، سرحت شوية، أحكي تاني. أحكي إيه؟ خلينا في حكايتك أنت مالك. يا ستي لا حكاية ولا حاجة. لا ده في حكاية، وحكاية كبيرة كمان، ولو ما قلتهاليش هزعل منك وهخاصمك. الموضوع ما يخصنيش. ومال يخص مين؟ منا صح؟ مني ده الله يخرب بيت منا، ما تشيليها من دماغك بقى عشان تستريحي. توه بقى توه، لما هو ما يخصنيش وما يخصكش وما يخصش حتى منا، يبقى يخص مين ان شاء الله؟ الموضوع يخص ملك، استريحتي؟ مالها ملوكه حبيبتي، فيها ايه؟ طارق كلمني وسالني عليها، قلت له انها كانت معايا الصبح. ايوه لما سالك على السكارف بتاعها. مشكله؟ انا ما شفتش ملك من ساعه الفرح. هنولع 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 شربت ليه؟ ايه دوختي ولا عايزاني افتح لك شمبانيا؟ هو ايه الشمبانيا بقى، تغلى عليا ولا ايه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا قلبي، بس اضربي دي عشان تعدي. ايه
ايه القرف ده يا شمس؟ معلش يا باشا ما تتقلت عليها في الشرب برضو. طب تعالى معلش تعالى اوريها كده الترابيزه ده. محسن هات حاجه الباشا حطها هنا على الترابيزه. تعالي اقعدي مع الباشا خلي بالك منه. معلش اطلعي بره بسرعه. واخرتها يا ام العز غصب عني يا شمس. لا يا حبيبتي مش غصب عنك بمزاجك وانا عارفه وساكته وبقول بكره تعالي. يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي الزباين اللي بتيجي هنا بتيجي عشان تتبسط تطلع نفسها مفتوحه كده على الدنيا، لكن لو انت هترجعيني كل يوم على زبون وتقرفي 10 حواليه يبقى بناقص. بناقص؟ اه يا حبيبتي بناقص، ولحد ما اشوف لك الصرفه والزفت اللي في بطنك ده مش عايز اشوف وش امك هنا بلا قرف. انت؟ لا مش انا. اوعي. انت عايز مني ايه؟ هصوت والم عليك الدنيا. طب اعمليها كده وانا ساعتها اقول هي اللي نادتني ولما رفضت قفلت عليا الباب وراحت مصوبه. يخرب بيتك ده انت فاجر بقى. انت عايز ايه؟ عايز اشرب شيء. اعملي لي كوبايه شيء. يلا. بصراحة بلبلة أنا غلطت لما قعدتك في شقة مع راجل غريب، بس ملحوقة أنا هقعدك في شقة كلها ستات. إن شاء الله يخليك يا بيه. وسيدي الورواني أنت راجل حسيس. أنت راجل حسيس. تشتري مني؟ هتتبسطي. تعالي. ازيك يا شوشو؟ اهلا يا استاذ هيثم اتفضل. عاملين ايه؟ امال فين سيادتك تتكسر؟ انا اهو يا نور عيني. اهلا اهلا يا حبيبي ازيك؟ ايه ودة انت طولت شويه ولا انا بيتهيألي؟ انا طول عمري طويل من وانا صغير، بس انتي عيني عليكي بارده، الدهن في العتاقي متألقه من الثمانينات. يديلك اوعي ودة اما اسلم. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا روحي؟ ايه ده مالك خايفه كده ليه؟ ده هيثم حبيب واللي من ريحه الحبيب يكرم. لا انا عايزك تفكي كده البيت بيتك. بيت يا شيماء هاتي الشيشه للاستاذ ولا تاكله؟ ده انا عامله شويه سبانخ عسل نحل. لا عشان الحموضه بس. تاكلي يا حلوه. هي اسمها ايه يا هيثم؟ بلبله. بلبله يا اختي كمال وعصافيري خالص. تاكلي سبانخ يا بلبلتي؟ لا مشكرة. لا ليه؟ براحتك لو عايزة تاكلي كلي بس خفيف خفيف عشان الحموضة. ماشي اكل. ماشي يا حبيبتي. بس بقولك ايه؟ قبل ما تاكل خديها يا ام عزة روقيها وظبطيها. من عينيا يا روحي. تعالي يا حبيبتي. هروح فين؟ تعالي بس ما تخافيش ده انا زي امك واكتر. تعالي. ايوه يا فخر. فخم ايه؟ كل ده بتركب دواء؟ انا كنت بشوف امي. هو ده وقته؟ حرام عليك امي تعبانه. صمت الحملان. هي دي الحاجه؟ ايوه هي. دخل الحاجه لام عزة وما تبحلقش. ظالم. مش خلاص شربت الشاي؟ يلا انكسر. سنة ليها طلب تاني كمان. الله سكتنا له دخل بحماره ولا ايه؟ انت عايز ايه؟ هو طلب تاني كمان وبعد كده مش عايز منك اي حاجه. شوفي بقى انا قعدت في السجن 15 سنه اتعاملت فيها مع زباله البشر وسلكت معاهم ومن يوم ما خرجت مش عارف اسلك في الدنيا دي فعايزك ترجعيني السجن تاني. وارجعك السجن تاني ازاي بقى يا عين امك؟ تفضلي تعكسي فيا كده لغاية ما اتعصب واخبطت بحاجة اجيبها لك وارجع تاني للي بفهم فيه. انت فاكرني خايفة منك ولا ايه؟ انا لا ورايا ولا قدامي والدنيا دي انا مش باكي عليها بعد ما راح مني الغالي. شكرا راح منك واحد، انا راح مني اتنين وانا كمان مش باكي على الدنيا. يلا شد حيلك بقى ورجعيني. الله. عزة
انت ايه اللي رجعك من الشغل بدري كده؟ ولا النهارده عيد العمال؟ نسيت حاجه في اوضتي وراجعه اجيبها. والله يعني ما رجعتيش في وش الزبون في الكباريه؟ يا لحق بلغتك، فضي بطنك عشان تعرفي تعيشي. بقولك ايه يا هيثم، القصه دي احنا اتكلمنا فيها وخلصناها. خدي يا بنت هنا، انا مش بكلمك. انت بتقول كلام بيضايقني يا هيثم. اقول كلام يضايقك احسن ما اعمل حاجات برضو تضايقك. اسمع مني، اتصرفي في الموضوع ده بمعرفتك بدل ما خلص انا بمعرفتي. اخس عليك وتهون عليك عز حبيبتك. تهون؟ ما انت عارفاني ما عنديش حبايب في الشغل، رجل بلا قلب ولا ضمير. كله يوسع للعروسة، خش برجلك اليمين يا حبيبتي. الله اكبر، حسوة في عيني اللي ما يصلي على النبي. اسم الله. اعمل معروف يا مدحت، قولها اي حاجه، قولها اني تعبانه، انا مش هقدر انزل. معلش يا حبيبي انا عارفه انك جحت. يخرب عليك وليا دي، هتخرب عليها. على فكره الحاجات دي بتحصل في الحقيقه بجد. انا كان عندي واحده صاحبتي كانت جارتها كده، داخله خارجه عليها طول النهار، ياكلوا سوا ويشربوا سوا، اتاريا كانت بتستغفلها علشان تخطف منها جوزها. نسوان قادره والله، ده احنا غلابه. تفتكري خالتك سامي اللي كانت ساكنه جنبنا زمان؟ ما بس بقى وجعتولي دماغي. هو انتوا قاعدين بتلغوا ولا بتتفرجوا على الفيلم؟ وايه ده، هما بيطلعوا امتى؟ ما انت قاعده مكتوبه من ساعه ما رجعنا، يوم لما ربنا يفتح عليكي تطلعي فينا كده. سيبي يا ماما، تلاقي مازن منكد عليها. بقول لك خليكي في حالك وانا في حالي. انا في حالي اهو يا اختي. ما تشوفي يا ماما دلوعتك بتكلمني كده ليه؟ مالها؟ انا عارفه مالها، ولسه لما تروح الفيلا مش هترضى تدخلنا من الباب. لا لا لا، هي دعاء واطيه بس مش للدرجه دي. لا والله هتطلعوني على المسرح النهارده، هبقى السلوه بتاعتكم. الا صحيح يا بنت، هو في ايه؟ مالك؟ هقول لكم ما تجيبوش سيره الحال. في ايه دعاء؟ ما تتكلمي. مالها؟ شكلها كده مش هتعمر في الجوازه دي. ام فاروزه في ايه؟ انا حاني يا ماما. انت مرتاح؟ ارتاح ارتاح. ادي البتاعه دي. حاضر حاضر. بسم الله عليا انا. تعالي مفيش دعوه بيك. تعالي اقعدي هنا. اقعدي مش العشاء ده. انا مش هسيبك لا فكك تحوار فكسان، مش سكت الا لما نبقى احنا الاتنين عشان. والشبكة عليا. ايه ده يا بيه؟ دي بيرة. عايز بالله مش شطارة جيل. يا بنت شفت عفريت ولا ايه؟ لا يا بيه انا ما اشربش الحاجات دي، هات لي سفن. سفن؟ ما هي السفن بالانجليزي يعني بيرة. اشربي بقى.